والذي نجح في البقاء للموسم الرابع على التوالي، ولكن بطموح حتى مع فريقه، مع فريق النادي ليفربول. ادي عملنا الانطلاقة، لويس سواريز عدى وفات وممكن هدف لويس سواريز وتسديده، لكن املنا، لكن الهجمه اتعملت حلو. ادي ميسي وادي تغطيه التسلل من اللاعب اربيع وانطلاقة سواريز ومراوغة الحالاندا والتقدم من سيرجيو روبرتو، لكن أومتيتي عدل وراحت أوريانا، وأوريانا 12 هدف في هذا الفريق. وهذه تمريرة حلوة وسواريز واستلام وهدف أول. يا ولد يا ولد يا ولد، ميسي ميسي التمريرة وسواريز يخلص. شوف هنا قيمة البارسا، المراوغة والحارس المرمى ديمترو بيتش، يعني إيه مسح أرض الملعب. يا ولد يا ولد، كرة اتعملت أمامنا هنا، أرنستو فالفيردي يريد أن يطمئن قبل مواجهة البلوز، ولويس سواريز وألبا أن يعزز بهدف تاني، واحدة لميسي. يا ولد عدى من إيه؟ شوف العارضة، كرة حلوة من لاعب منتخب تشيلي فابيانو أوريانا، لكن ترتطم في أعلى العارضة. في مشكلة هنا في هذا المكان، التعادل في لقاءين، ختافي اللقاء الماضي ولقاء إسبانيول، وخوردان قد يعادل ولكن خوردان يضيع. بوسكيتس إلى ميسي، ميسي حصار يحطها حلو قوي في المساحة لجوردي ألبا، ألبا ميسي اتحرك له واتعملت ورأسية باولينيو، لكن ما ملتش الكرة. كرة أمامية انطلاقة لويس سواريز، هل يعزز؟ يعزز بمراوغة، ينتظر المساندة وميسي. يا حظك يا ميسي، يا حظك يا ميسي، كرة ميسي معمولة حلوة قوي لكن ترتطم. كرة ميسي كرة الهدف الثاني لويس سواريز. ولد يا ولد، وهي ولد، هي هي الثاني، هي الثاني. ميسي ضيع، ولكن جوردي ألبا سجل في مرمى فالنسيا وسجل في الكأس في مرمى سيلتا، ينهي الأمور. رصاصة الرحمة في الدقيقة 88، معاناة وأي معاناة، ولكن هنا جوردي ألبا ينهي الأمور.